صوب الرد المباشر والسريع. هكذا تحولت الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الفصائل المسلحة التي صعدت من هجماتها ضد قوات واشنطن المنتشرة في أكثر من مدينة عراقية. تكشف المعلومات الأمنية المستقاة من دبلوماسيين أمريكيين إلى أن واشنطن تخلت نسبياً عن الاعتبارات السياسية التي كانت تضعها لحكومة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني والتي كانت تهدف إلى حماية الاستقرار. هذا التحول في الرد الأمريكي جاء بحسب مصادر في واشنطن بعد مراجعة عميقة للموقف في العراق أجراه البنتاغون، منح الإذن للقوات على الأرض بالرد على الهجمات التي تنفذها الفصائل المسلحة. هذا الحزم الذي أبداه البنتاغون في الرد على الهجمات أتى في أعقاب نقل إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى لحلفائها في العراق، كما كشفت عن ذلك مصادر في الداخل الإيراني. هذه المصادر قالت إن طهران أخذت بمساعدة تلك الجماعات على البدء في صنع بعض الصواريخ التي تنوعت بين صواريخ زلزال وفاتح 110 وذو الفقر. ما يؤكد هذه المعلومات هو التسجيل الذي عرضه حزب الله العراق بعد عملية ضرب قاعدة عين الأسد في الأنبار في 21 من الشهر الحالي، إذ يظهر هنا بوضوح أن الصواريخ وقواعدها تمثل أحد أنواع الصواريخ المشار إليها سلفاً. ورغم مقتل عناصر من حزب الله العراق في الرد الأمريكي بجرف الصخر شمال بغداد، لكن ذلك لم يشكل على ما يبدو رسالة ردع للجماعات المسلحة التي لوح زعماء فيها بمواصلة التصعيد ضد القوات الأمريكية في العراق. وفي خضم هذه المعطيات تبقى الساحة العراقية مرشحة على احتمالات تصعيد مفتوح، فالإجراءات الحكومية لم تمنع الفصائل المسلحة من مواصلة ضرباتها للقوات الأمريكية المزودة بخيرة أسراب الطائرات وأجهزة المراقبة والاتصالات. كل ذلك يعني عملياً أن خطوط التماس بين الجانبين تذهب إلى أبعد من ضربات متفرقة فقط.